جينا بقى للكونكت فور، والكونكت فور النهارده مع الابهات شريف واحمد. مين اللي هيكسب؟ هل الفريق الاصفر هو اللي هيكون اربعه الاول ولا الفريق الاحمر؟ هنشوف. جاهزين تشجعوا؟ جاهزين. يلا ريدي ستادي جو جو يا شريف. يلا دخل. ماشي يلا يلا. ماشي حلو قوي 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 الكلام ده، حلو جدا الكلام ده. الله، ده ايه الحلاوه دي؟ ده ايه اللذاذه دي؟ برافو كده، احنا اتنين واتنين هنبقى كسبنا. ممكن نقطع على بعض ولا ايه؟ خطر يا احمد، حاول تقفل عليه، حاول تقفل عليه يا احمد. هل شريف هيجيبها؟ لا 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 لا. ماشي، حاول تقفل عليه يا احمد. التوتر ده. ماشي، لسه في امل، لسه في الايام امل. يلا اقفل عليه باي طريقه، اقفل عليه باي طريقه بيقول لك. يلا. شريف والفريق الاصفر هو اللي كسب وكون اربعه بسرعه جدا جدا جدا. برافو 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 شريف. يلا بينا نروح ليحيى وكنوز ونرجع نكمل لعبنا تاني على طول.